ماضي اللي فات صار حكاياتي والله يا حفلة تفهم شيء. دينا باهي عادي مش خير مني راكم تاع ان شاء الله ما درتش عفسه. مرحبا اعزائنا المشاهدين، مرحبتين بكم في حلقه جديده من برنامجكم دربيل، دربيل اللي ندربلو فيه على الاخبار الليبيه اول باول، الاخبار اللي زي ما يقول دكتور تميم ضيفنا الدائم انها لا تنتهي. مرحبا دكتور تميم. اهلا وسهلا. اول خبر مهم عندنا بعد خبر احتفاليه الاهلي، طبعا خبر استقاله سراج، او بالاصح باش نكون انت اهلاوي جدا طبعا منطق ايش نتوقع غيرك يعني. برشلونه في نفس الوقت مش برشلونه هلبه، لا لا حاجه جايه في الارجنتين. والله يا اسامه شو بقول لك، انت رياليستا صح؟ لا لا بس قصدي نسمع، لكن ما يظن لا لا رياليستا وفي فتره صليت عليكم سيبت الكوره عارف. على اي حال السراج اللي ما نعرفش يشجع حقيقه وعد بالاستقاله او حاجه زي هيك في اواخر اكتوبر، فلو هذا لو تم التوصل لاتفاق نهائي. احنا اظن عندنا الفيديو من فضلك مخرج. وعلى الرغم من قناعتي بان الانتخابات المباشره هي افضل الطرق للوصول الى حل شامل، ولكني ساكون داعما لاي تفاهمات اخرى غير ذلك. ومن موقعي هذا فانني ادعو لجنه الحوار، وهي الجهه المنوط بها تشكيل السلطه التنفيذيه الجديده، الى ان تطالع بمسؤوليتها التاريخيه في الاسراع بتشكيل هذه السلطه حتى نضمن جميعا الانتقال السلمي والسلس للسلطة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق والسداد بعون الله. وبهذه المناسبة النقطة الأخيرة، بهذه المناسبة أعلن للجميع رغبتي الصادقة فعلا في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم، على أمل أن تكون لجنة الحوار بالفعل استكملت أعمالها واختارت مجلس رئاسي جديد واختارت وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم المهام ليه، وندعو لهم بالتوفيق إن شاء الله. وهذا كله طبعا كما ورد بمخرجات مؤتمر برلين اللي تمت المصادقة عليه في مجلس الأمن. حفظ الله ليبيا والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور تميم شن تعليقك على الفيديو هذا؟ والله هو وعد بالاستقالة بعد 45 يوم لو وصل الاتفاق بالضبط، اللي هي تقريبا جي في أواخر أكتوبر صح؟ لا ما هو لابد تحولها التقويم الأول، انت هدينا 45 يوم مع التقويم الشنابي بتحولها انت للتقويم الميلادي. دقيقة أنا نعرف التقويم الميلادي هذا، لا التقويم الشنابي بروحها انت زمان لما دخلش قديش قال نقعد 100 يوم 100 يوم صح 100 يوم ودخل عن 4 سنين معنا كل 100 يوم عند السراج كأربع سنين مما نعد احنا يعني. لما عندك الكلاسر تحسبها هذه 45 يوم انا راح احسبها اوريدي، ال 45 يوم يطرن 657 يوم ميلادي طبيعي على كوكب الارض، يعني ان شاء الله هو وعد بالاستقاله يوم 5/7/2022 كان حي العرب 5/7/2022 هذا من الناحيه الساخره. لو بنتكلموا بجديات بجديات في تغيير في موقف السراج، هو قبل الموقف نتاع المجلس الرئاسي ان لا مرحله انتقاليه ولا انتخابات، اللي هي شيء تعني لا مرحله انتقاليه ما فيش حد يجي ياخذ مكاني، والانتخابات تعني اني بنقعد الى ما شاء الله باعتبار تحدي. زي ما تكلمت حضرتك في حلقه سابقه صعوبه اجراء الانتخابات في الوقت الحالي بالضبط، والاحزاب نقول احزاب احنا نستخدم في لفظ احزاب بينما مو حزب يعني يبو مرحلة انتقالية جديدة، يعني يخش في المجلس الرئاسي الجديد ويخش في الحكومة الجديدة ثم انتخابات، يعني ثم نقعد إلى ما لا نهاية. لما تسمع الجبهة بالمناسبة رفض المرحلة الانتقالية الجديدة. حزب شو؟ الجبهة الوطنية فاكره. فلما يقول لك كلمة انتخابات حول كلمة انتخابات وحط طابة، يعني نبي نخش مرحلة انتقالية جديدة، نبي نخش المجلس الرئاسي الجديد، نبي نخش في الحكومة ثم طابة سكر علي إلى الأبد إلى الأبد زي ما يقولوا إلى الأبد السوريين. فليش هي كان نقولوا احنا طابه؟ لانها محتاجه قاعده دستوريه ومحتاجه انك تروض حفتر وتعلم الديمقراطيه، وهذه امور تبي سنين وممكن مستحيله، وحتى لو انك انت تواصلت مع الامم المتحده ولفقولك لفقولك اي حل توافقي انت عارف يجيب لي انتخابات يجيب لي انتخابات في اوجله ونحسبوها على المنطقه الشرقيه كلها، حيطلع في الاخير الجسم الناشئ منها جسم غير شرعي، والجسم الغير شرعي مش حيسلم للجسم الاول، لابد هم يخشوا في نفس دوام يخشوا في مفاوضات من جديد وبتاخذ. فاي واحد يقول لك يتكلم لك على الانتخابات باستسهال كأن هي محتاجه حبر
ومحتاجة شوية فلوس، فأعرف إن هو عرفها إن هي حيط مسكر ويبي يوصل للحيط هدايا عشان معاش يتقدم المرحلة اللي بعدها، زي الأستاذ عمار زايد اللي تكلم قال إن إحنا بنديروا انتخابات ومش محتاجة حتى قاعدة دستورية. إحنا عندنا الفيديو متاع العماري، عفواً دكتور تراصنا فيديو العماري زايد. إن الشرعية الوحيدة التي لا يمكن أن ينازع فيها أحد هي تلك التي يمنحها الشعب الليبي وليس عبر الوساطات الدولية، ولا يمكن التحجج بأي حال من الأحوال بعدم وجود قاعدة دستورية للهروب من استحقاق الانتخابات دون الاستفتاء على الدستور. ولذلك يجب أن نكون واضحين بأن الشعب الليبي من حقه أن ينتخب مجلس نواب جديد، سلطة تشريعية تتوحد بها مؤسسات الدولة وفق القانون، وفق القانون الذي تمت به الانتخابات السابقة، كي ننتهي من مرحلة تنازع الشرعية وتشكل حكومة واحدة موحدة تمنح الثقة من مجلس النواب الجديد. أوكي دكتور تميم، الخطاب هذا كان في نفس يوم خطاب السراج، بس كأن كل واحد كان في اتجاه، العماري متمسك بمسار رئاسي اللي قلنا عليه برفض المراحل الانتقالية، بينما السراج كأنه انفصل بروحه هكي وما نعرفش هل في تفسير الكلام هذا ولا، وأعلن قبوله بمرحلة انتقالية أو على الأقل قال أنه هو بيسلم لما يتوصل إليه من اتفاق. والله هو على الأغلب أنه ضغط على الموافقين على المفاوضين من جانب الوفاق، لأن هو تمثيله يعتبر نسبيا قليل فيهم، في المغرب مسيطرين عليه المجلس الدولة، في جنيف عندهم مكم. أنت تقصد تمثيل الوفاق قليل؟ تمثيل السراج في الوفاق. تمثيل السراج نعم. هو السراج ممثل بمستشاريه، فتمثيله قليل، ممكن إنه بيضغط عليهم. لاحظ إنه عطاهم غير لهم جدول الزمني، تو هم كان عندهم مشروعهم التفاوضي اللي ماشيين بيه، بيضطروا تو يغيروه على نهاية أكتوبر، يعني بيشتغلوا على جدول السراج مش على جدولهم هم، وبيشتغلوا على النتيجة اللي قال عليها السراج، مها النتيجة اللي يبغوا هم، إنه هو التسليم اللي قال عليه سلطة تشريعية لسلطة تنفيذية جديدة. يعني لخبط المفاوضين اللي ماشيين تبع المشروع التركي، على الأغلب إنه هو مناسب لتركيا، إما لأنه هو يضغط عشان يحصل تمثيل أكثر في المفاوضات، أو لأن في من قال له ناشب تركي شوية ما تخليش تريح في المفاوضات، أو الاثنين. وهذا الأغلب إنه كل حاجة عنده فيها، الأغلب إنه يبي يضغط لروحه، وفي نفس الوقت في أطراف طالبة منه إنه هو يضغط أكثر على تركيا. اللي يدعم الفرضية هذه إن أول رد فعل كان من أردوغان، قال بأنه هو يأسف لقرار السراج إنه هو إعلان الاستقالة. أي فيديو أردوغان أيضا عندنا لو سمحت المخرج. يعني جنتوري جومش. إن خبر نية السراج تقديم استقالته مؤسف، ليبيا ومدينة طرابلس شهدت الكثير من الأعمال المزعجة، وبعد تدخلنا هناك تمكن السراج وحكومته من النجاة من محاولة الانقلاب حفتر احتلال المدينة، والآن حفتر يتراجع، وعاجلا أم آجلا سيهزم. خلال الأسبوع المقبل سيقوم وفد تركي بالتوجه إلى ليبيا لإجراء محادثات مع الحكومة الليبية، وهذه المحادثات قد تعيد الأمور إلى نصابها. نعم، هذا فيديو أردوغان. شنو أكثر شيء لفتك فيه دكتور؟ أكثر شيء في كلمات معينة، نعيد الأمور لنصابها. نعيد الأمور لنصابها، يعني كان نوع من حط كل واحد في حجمه، كبر علينا وحساب أنه ممكن أضغط، خلينا نحط الأمور في نصابها، حنجوه ليبيا إن شاء الله ونرجع تركيا اللي كانت قبل، اللي كانت أيام الحرب، مش تركيا تو اللي قعدت تعادوا فيها يعني. لاحظ أنه هو تصديق الموضوع ان نرجع زي زمان، ذكر بالدور التركي في حمايه طرابلس اللي السراج في الخطاب بتاعه ما تكلمش عليه اطلاقا، بتضيف عليها التقارير على تصريحات مستشاري مستشاري السراج ده بحكي بش سبع مرات تاخذ جايز مستشار السراج ده بحكي بش مستشاري السراج في جنيف اللي يتكلموا عن ضروره خروج الجميع اللي هم قاعدين يعاودوا في التوكينج بوينتس بتاع الاتحاد الاوروبي وامريكا المتحده، ايه اللي بيهم بالكامل خروج الجميع بالضبط، كانه ما فيش فرق بين روسيا وتركيا، فاغنر ولا ايه، بين روسيا وبين تركيا.
تزيد تحط عليها أيضا بيان بعثة الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية والسفير الألماني دعما لقرار السراج. احنا عندنا تقريبا تغريدة متاع السفارة الأمريكية والألمانية. تمام. اي التغريدة هذه هي ماشية في نفس الشيء. وهي تغريدة السفير الألماني انه هو يستحق الاحترام قرار هدايا. نعم. و لما جمعهم على بعضهم كلام السراج وكلام مستشاري السراج وكلام أردوغان والمواقف الأوروبية، تلقى أن الافتراض نتاعنا على الأغلب يكون صح، اللي هو عملية مناشبة لتركيا بتفاهمات غربية. كويس. إلياس يقولك هنا تسليم وليس استقالة، هناك فرق كبير في التعليقات. تسليم السلطة ممكن يأخذ منصب تاني مكان، ممكن يقول متفضل يأخذ استقالة أنه هو يطلع من المشهد بالكامل وياخذ، لكن لما يسلم السلطة التنفيذية بس ممكن في الأخير يقول ما يسلمش كرئيس المجلس الرئاسي، يسلم كرئيس، يسلم السلطة التنفيذية نفسه المجلس الرئاسي الحكومة زي ما كان واحدة مقترحات زمان. طيب مختار الشلماني يقول إن إحنا دعاة للفتنة والكراهية وإن الناس كرهتنا، فعندك أي تعليق على الكلام؟ أنت داعي للفتنة والكراهية دكتور؟ إيه. يا سلام برشكي يستنى. ليش ما يكونش تفسير الأمريكان هو الصحيح في الموضوع؟ السراج آثر عدم التمسك بالسلطة وبيدير سابقة بالتخلي طوعا عن كرسي السلطة وخدمة الوطن. السنة حاول نقولها بغير ما نضحك. السراج آثر التخلي عن السلطة طوعا من أجل خدمة الوطن زي ما قالت بعثة الأمم المتحدة وزي ما قالت السفارة الأمريكية. ليش تعتبر هذا ريت سوار الذهب؟ إيه زي جعفر سوار الذهب بالضبط. أكيد هذا جعفر السراج الذهب. هو مش راضي يسيب شخص، في شخص معين يجي في جورة المدعي العام العسكري وتقريبا حتى النموذج تقريبا او من وزارة الدفاع ورقة انه هو لا يمثلنا وان هدايا حولوه من الطب العسكري وهدايا سراج ومفروض ينحبس، يجيبها مش غير في اجتماعات الصحة، يجيب فيه حتى في اجتماعات الكهرباء اللي ما همش علاقة كرشي بيديه وكره. فبتقول انه هو بيسيب دولة كاملة وهو موش طالق شخص، صعبة شوية. في عندك في مبدأ في المنطق أوكامز ريزر، شفرة أوكام، يقولك لما تواجهك مبدأ التبسيط يسموه فيه مبدأ البساطة، شفرة أوكام، اللي هو أنك لما تواجه خيارات متعددة أو نظريات متعددة اختار النظرية اللي فيها أقل افتراضات. يعني ديما في الأغلب الاحتمال الأبسط هو اللي حيكون صحيح. خلينا نشوف نظريتك أنت. إن هو فجأة قرر إن هو يهتم بالبلاد، شو الافتراضات، شو اللي ممكن حاجات تخليه إنه فجأة قرر إن هو إنه ممكن حصل طاحت عليه رأسه حاجة تغير شخصيته؟ كويس. إنه حلم أبوه في المنام يقول له يا ولدي الله الله راح تخش السلطة يسرك من السلطة راهي بالتعذب في النار. افتراضات معقدة شوية، بينما في عندك افتراضات أبسط، إن الشخص اللي كان عافس على ليبيا 5 سنين من أجل السلطة والمال لما دار المبادرة هذه يهدف إلى المزيد من السلطة والمال. باهي. ستريت فورورد. هو مسألة ثانية، قد يقول القائل إن هو قلق خاطره يرجع للندن مثلا وعارف تثني استقال في الشرق. مرات هي مسألة تكافؤ، يعني خير مرت تثني وهمني طلعت من السلطة، خير حتى احنا نطلعش من السلطة، خير حتى احنا مربطين مسؤوليات مثلا. مرة زي ميسي، خير ميسي مش قلنا معاش جيب وصيرت إلا بالخير. لا لا قياس غلط. وزي في حد يدعو على الثمانية زمن بيحرب ولا لا وبعدين قعد. ايوه في الاخير قعد صح باهي، لكن مس ايه قعد في الاخير حتى صار بيقعد، حتى هذا بيقعد باهي. على ذكر الكوره والريمونتادا، في ريمونتادا ثانيه صايره دايرها احمد ميتيق لما دار 1-2 هكي، جاب اتفاق اقتصادي بينه وبين حفتر، لا هوتيلات لا صخيرات لا اجتماعات لا واحد، فجاه طلع بمقترح او اتفاق أظن عندنا يا شباب هذا الاتفاق عاجز، للأسف مش حنقدر نقرأ الخط صغير جدا، لكن اتفاق وصفه البعض بالكارثي، ويعني بسبب أفاقة الجماهير ومن كراها ما تراها ما لا الأفق صداها، ما لا الأفق صداها، وتذكروا دماء الشهداء. فخلينا نراجع بنود الاتفاق بشوية بالك نشوف وين مظاهر الضرر في هذا. هو صراحة معجزة اللي يقولوا عليه معجزة، صراحة إنه معجزة إن الاتفاق هذا كيف طلع بيه فانطب ما حدش يندري عليه. يعني
خلينا نبرقوا في البنود نتاعها. واحد، استئناف استخراج وتصدير النفط فورا، هذا ما فيش حد بيقول لا، شو بدنا احنا غير النفط مع الهنا. كويس. التوزيع العادل للموارد، هذه اصلا خلاصه محور النقاش الاقتصادي اللي يتكلم عليه، اللي يستخدم في النقاش حول مستقبل النفط. كويس، ويحكوا على حساب موحد. بالضبط، اصلا هم زمان لما اعلنوا قالوا احنا بنديروا حساب اسكرو برا، انه هو حساب بنجمدوا فيه الايرادات نتاع النفط، وبعد تالي بنقسموها توزيعا عادلا. نعم. على الاقاليم الثلاثه، فهذا ده شورت كات. وحتى الناس اللي زمان احتفلت، عندك وزراء احتفلوا وعندك نواب احتفلوا به، كانوا متحشمين يحتفلوا بانه بحساب خارجي يعامل ليبيا معامله نفط مقابل غلاف، فاحتفلوا بشنو؟ احتفلوا بالتوزيع العادل للموارد، which is نفسه هو نفط مقابل، واللي تو قال انه هو لا، اللي تو دعا عليه معتقد للتوزيع العادل للموارد. واللي احتفلوا زمان تلقاهم تو قاعدين يسبوا في معتقد تو شيء يخليك. ثالث حاجة اللي هي كانت جديدة فعلا، اللي اتفقد الحاجة الوحيدة اللي جابها جديدة، اللي هي توحيد سعر الصرف للمعاملات الحكومية والمواطنين وإلغاء تعدد الأسعار. انت عارف ان الحكومة تاخذ في الدولار على جنيه 37 طبعا، باستثناء وزارة الخارجية طبعا محصلة ضلع بروحها. علاش تاخذ في الدولار على 36 قرش؟ علاش 36 قرش؟ والله مش يعني انت عندك يعطوك ميزانية 50 مليون ويديروا لك الدولار ب 36 قرش، يعطوك ميزانيه 500 مليون يديروا لك الدولار على 63، افضل خليها كباينه. تشوف انت تشوف الورق سهل انت قدام، لكن تضربه في ثلاثه باش تطلع الدولار، وبعدين تضربه في سبعه باش تعرف قديش مقابل في طبيعي. ف تغيير سعر الدينار الدولار في التعاملات الحكوميه بالمنظر نتاعها يبدو لك انه خطوه كويسه، انه والله لما تقعد الحكومه تحسب في الدولار ب 3 جنيه و60 قرش، معناها الثلاثة مليار دولار اللي حصلتهم من النفط بدل ما تدخل الميزانية على 4 مليار تدخلها الميزانية مثلا على 11 مليار بالضبط. ايه، والمرتبات اللي تو تكلم فيك في 10 مليار دينار هي حوالي 7 مليار دولار بسعر الصرف الحالي، تولي بعد تالي تكلفك حوالي 3 مليار دولار وحاجة هالشكل. كويس. يعني وفرت واجد باش تحوله للدين العام. تمام. لكن لما جيت برق من ناحيه الحكومه لا، ما يساعدش الكلام هدايا، لان 600 مليون اللي تاخذها من ميزانيه الطوارئ بدل ما يعادل 400 مليون دولار قاعد يعادل لك مثلا في 150 مليون دولار. يعني الدوله اللي بتجيب سيارات من برا، احنا طبعا اول حاجه في الوزاره شنو هي؟ يستوردوا سيارات. يعني هي لو صارت المواطن ممكن يبحبح والوزارات يتضرر، مش يبحبح، وقاعد متقشف المواطن. هي. لكن والله الحكومه حتضطر ان هي حتتقشف زي المواطن الحقير، فهمت؟ وهذا طبعا مش وهذا مستحيل يقبلوا فيه لا الحكومه ولا الاستاذ الشامخ اللي راجي في سيارته في توكه الحراسه، ولا الدول اللي طامعه بمشاريع اعاده الاعمار وان هي تبيع معدات عسكريه صحيه كهربائيه لليبيا. فهذا بالكامل كلهم شنو ضايقهم انك فتحت موضوع تعديل سعر الصرف. معلش قبل نجول للنقطه الرابعه. انت تكلمت على النقطه الثالثه تو نتاع سعر الصرف. روفا يسأل يقول لك هل تتوقع أن مبادرة أحمد معتيق تمت بالاتفاق مع السراج أو من وراء ظهره؟ مش عارف السراج لم يبدي أي ردة فعل لحد الآن. وهذا غريب شوية صح؟ مش مفروض يكون في رياكشن سواء مؤيد أو معارض يعني؟ تطلع أخبار تفسرك تبدي لك الأيام وما كنت جاهلا. ديما لما تقول عندك مثلا ثلاث احتمالات اليوم، غدوة تقول عندك اثنين، بعد غدوة ترسل احتمالية واحدة. عندنا النقطة الرابعة في اتفاق معتيق، فتح المقص، موضوع المقص. نعم طبعا، هذه فعلا كارثه، واللي عيطوا عليها عند محمد المقص زمان لما فتحت، لما الحبري جاب العمله نتاعها شري بها، استخدم المقص في انه هو يحط العمله نتاعها في مصارف الشرق، وبعد تالي يشري بها الدولار مصارف الغرب. الدولار تفكر فيه زمان وصل ل 11 9 10 صح، معناها المقص مصيبه بسبب ايش؟ بسبب العمله مش مصيبه في حد ذاتها. كويس. باهي لما انت تكون واحد من مؤيدين ادخال العمله هذه، رغم ان الاقتصاديين كلهم زمان قالوا لك راك بسبب تضخم، نعم
ليش توقع طايق قوة الوفاق زمان ما كانش عندها مانع واجدين محللين اقتصاديين زمان يقول الله أكبر وفكينا على إخوتنا ومش عارف شنو نقولهم يا جماعة دي عبارة عن فلوس جيات على بيض. لكن كان في محللين اقتصاديين كثيرين يا دكتور حذروا من تضخم وقالوا لنا العملة بهذه الصورة بالضبط يعني بالضبط لان هي ما تكلفش الا في حق الورقه فلوس نعم. فلوس على ابيض جنه وبالتالي بيشري بيه دولار باش ما تبي انت نشري منك تقعد انت بروحك تخلص في حق الصواريخ اللي بيقصفنك يشري في الدولار منك انت ويشري بيه في الصواريخ اللي بيضرب منك. فالناس اللي زمان حدث من حقها انها تستمر في التحديد لكن الناس اللي زمان قلت لك فرحوا وضغطوا على المصرف المركزي انه هو يقبل العمله بحجه ان الوطن والوفاق والصلح والمش عارف شنو ليش تو انت قاعد تعيط على المقاصه؟ المقاصه ماهيش خطر الا بسبب العمله اللي دخلتها انت. حاجه ثانيه لما تدرزي على توحيد فرعي المصرف المركزي المقاصة حتوحد اوتوماتيكيا لما نجيبوا احنا نخلوه مصرف مركزي واحد جميع الفروع تحته جميع البنوك فروعها تحته طبيعي انك تفتح مقاصة بين فرع وفرع الثاني. تقولي في احتمال انه والله ان شاء الله مندوب الوفاق في المصرف المركزي طبعا بيقسموا المناصب اي طبعا بياخذوه المحافظ بياخذوه المندوب تقولي والله ان شاء الله مندوبنا في المصرف المركزي يحمر عينه ويديرها عربيه لا مانيش فتحكم مقسم عنكم الفرع تاعي لكن مسكرها عليكم تسكير راس نقول هذه تبي قطراني ايه زمان قطراني كان واحد من تسعه وكان ملعبهم سبعه كان داير ما يبي ايه فعلا لو عندك قطراني انت فيه تقصد عضو المجلس الرئاسي تشيلوباتي اللي كان كويس إيه. لو عندك تشيلوباتي انت باش تحطه في المنصب المركزي حيبعث لك هو تشيلوباتي من غادي تشيلوباتي تاعه هو اللي حيقعد واحد من ثلاثه رئيس ونايبين انت زمان لما كانت نسبتك واحد الى تسعه كان اعطيك عليه راسك فتخيل انت القطراني متحكم وخاصه لو مسك هو لو انك اعطيت انت الرئيس واعطيت انت النايب يفتح المقصه من تسعه بالمناسبه اشرف شح عنده كلام في الصخيرات بعد او وقت الصخيرات مباشره يحكي فيه عليه عراك بالايدي اشتباك بالايدي بين القطراني وبعض الاعضاء الاخرين وملاكمه حصلت اشتباك اشرف نفسه يعني. لا مش اشرف هو اشرف يحكي قال القطراني ومعتيق ضارب ابوني وكذا ايه صح صح, صح. طيب هذا بالنسبه للمقص وبعدين تكلم كلام عام قال والله اعتمادات وتنميه ودعم المؤسسه الوطنيه للنفط هذا عباره عن كل حشو يعني. بعدين جي لي نقطه في مهام اللجنه الفنيه المشتركه تقريبا 6 او 8 هي اللي كانت بتطل تغطيه الدين العام لكل طرف يعني حفتر بيغطي الدين اللي تراكم عليه السنه اللي فاتت بشراء المعدات وشراء سياراته والصرف على الولادة والفساد اللي دار هذا كله يبي توا يغطيه بسرعة قبل ما بطريقة مخالفة للمتحدة تبي تدير عملية تدقيق في الحسابات بينما حفتر يبي مباشرة تغطية الدين وهذا اللي من غير كثرة تكسير راس يعني ايه وهذا اللي تحركوا على سبها ناس واجدين وقالوا كيف تدفعوا في ديون اللي هن اصلا صرفا عشان يقصف اطرار بس يقتلوا ضنانة والكلام هدايا طيب بس هذا كلام منطقي فعلا كيف نتحمل احنا دين حفتر اللي اصلا استخدم الفلوس هذه لبناء ترسانته العسكريه واللي قتلت الليبيين ودمرت العاصمه الصواريخ كانت تنزل على شرفه الملاحه ليل نهار عين زاره والخله تدمروا بالصواريخ هذه معقول احنا اللي ندفع ثمن السلاح اللي دمروا به طرابلس واللي دمروا به بنغازي قبل هذا كلام ممتاز تقول اني وتقول انت تقولوا جماعه شرفه الملاحه الناس اللي تضرروا لكن ما يقولش واحد قاعد في المغرب يتناقش على توحيد الفرعي المركزي باعتبار توحيد فرعي المركزي هو نفس الفكره بيجيب الدين معاه لما جيت وخلاص الفرع المركزي بيجي واحد الحسابات الموجبه والسالبه بتجي مع بعضها الاحمر والازرق زي ما يقولوا وتقولي لا والله انت في عمليه تدقيق حسابات من قبل الامم المتحده واللي بسببها انه هو اخيرا ديوان المحاسبه طلع تقرير ديوان المحاسبه باه يدقوا في الحسابات فلان مختلس بيصير بشدوا صدام بشدوا عليه موسى يكتب لي شيك ب 1.9 مليار يورو بالمليارات اللي اخذتهم مش حيكتب لك شيء مجرد ان فلان تو ان شاء الله تلاقى انت وياه تلاقى وجبل ما تلاقى عشان ايه. يقولوا فيها وباهي والدين نتاع شنو الفلوس اللي سرقها شنو والله هاك جدولهن على 15 سنه تو يخلصوا قاعدين كل عام يطلعوا لك عليهم ان المواطن الضريبه الموضوع على المواطن طلع في 13.5 مليار دينار سنويا بينما النفط لحد الان نطلع 3.5 مليار يعني المواطن يدفع اكثر هو يدفع ينغنغ في الحكومه ويخلص في الدين واحنا الدوله قايمه على كتف المواطن تاعو
إيه هذا مراجعة حسابات مصرف الليبي المركزي. قال لك بالرجل الحسابات به وراجعت وعرفت من السارق وعرفت من لو أنه مثلا عنده مستحقات مازال ما خلصهاش ممكن توقفها، لكن الخلصة كيف ترد منها؟ فهي يعني هذا للأسف هو نفس الفكرة زي اللي قالها معتيقة هنا بأنه نخلص ودون حفتر، قالها بصورة فجة وبصورة مباشرة زي اللي يقولوا فيه جماعة بوزنيقة والسويسرة وكذا، لكن بشكل شوية لابس قرواطة هكي يبكي ويقولك بنوحد مصرفنا ومصرف خوتنا، وهذا قالك يا جماعة هي ناخدوا دين حفتر ولمها الليلة، فهي نفس الشيء نفس الشيء، غير واحد بدموع وواحد بصحة وجه. باهي من المعترضين كان المؤسسة الوطنية للنفط، قالوا نأسف لقيام جهات غير مختصة بتسييس قطاع النفط دون مراعاة لأبجديات العمل المهني، وتكلموا هذا البيان بتاع النفط، وقالوا أنه لن يقبل بتسييس قوت الليبيين، هذا بيان السيد صنعلة بتاع المؤسسة الوطنية للنفط. فشي اللي دار معتيق اللي أنت ما درتاش شيء، إن والله النفط تم تسييسه، أنت أوائل باللي شاركوا في تسييس النفط. كيف صنع الله سيس النفط؟ يا سلام، خاش باسمها خاش بالنفط في المفاوضات الدولية، وما يناقش حتى في فتح النفط، بس يتصل بالسفراء ويناقش معهم سير العملية السياسية ويقول فيها وهو فخور أن يكلم السفير الفلاني. أصبح لاعب سياسي، بيش لاعب سياسي، لاعب سياسي باستخدام النفط، يعني صنع الله هو أول واحد سيس النفط. يبدو لي دروا حتى عمداء بلديات، دروا حتى عمداء بلديات سيس سلطة البلدية، كل اللي تحت حاجة سيسها. كويس. وتاني حاجة موضوع تدرزي على المهنية، مش هذا تصرف غير مهني، يعني أنت تحاول تفتح وتدعم فتح حساب مالي مستقل لمؤسسة الوطنية للنفط عشان تولي أنت البنك المركز اثنين وتنافس الصديق يخرج الكبير، يخرج من سلطة البنك المركز وتولي أنت الصديق الأكبر. جميل. إيه وبعدين تدرزي شنو وين هدا من مسماك الوظيفي؟ هل مكتوب في مسماك الوظيفي إنشاء بنك مركزي؟ لا مش مكتوب في مسماك الوظيفي إنشاء بنك مركزي، مكتوب إدارة فقط لاستخراج وتصدير النفط. تالت حاجة، أنت زمان دخلت النفط مش في السياسة بس، دخلت في عملات العسكرية. أنت زمان كيف دخل النفط العملات العسكرية؟ زمان بروح أعلن بأنه هو وصل لتفاهم مع قوات حفتر يسمح لهم باستخدام موانئ النفطية والمطارات ومطارات الحقول مقابل استمرار في دخل النفط، يعني دخل النفط في مساومة وسمح باستخدام العمليات العسكرية، هدفات التسييس غادي. بعدين نقطة جميلة جدا، قال لنا نسمح بتواجد المرتزق الأجانب في المنشآت النفطية لأن فيها أطنان من مواد الهيدروكربونية شديدة الانفجار. يعني لما كان قوات حرس المنشآت النفطية هي الموجودة في الحقول وقت النفط ما هوش قابل للانفجار، التغير في تركيبة النفط صارت بعد مجهول فاكنر توا، ولا النفط قابل للانفجار، جميع العمليات الهجوم على المنشآت النفطية، التسكير، الهجوم على المهندسين، إطلاق النار، كل هذا روح حرس المنشآت النفطية، بل إن تسكير النفط من الأساس دار رئيس حرس المنشآت النفط، حرس المنشآت النفطية جدران، لا مش جدران الثاني اللي بعده، البداية هكي. كان جدران غير جدران، بعدين بدأ كويس، بدأ معانا معاش نجيبه سير، لا خلاص خش على التفاح، خش على التفاح. هذا اللي طلع يسب فيه هو بروح صنع الله المدة اللي فاتت، قال إن هو جي وسكر بعد ما نفى النفط جي سكر، بروح سامي فيه، فهم كلهم حرس منشآت، فهم مش فاغنر ولا فاغنر ما داروا شيء، يعني أنت هذه هم كلهم وهذه ما شاء الله حرس منشآت النفطية، بعد ما يتم حوار جنيف هم اللي حيسلموا المواد النفطية، ولو فرضا قلت لها ماني بهم شديد ما عندي معهم مشكلة، من تبي الداخلية ها تعال هذه استلمة الحرس منشآت النفطية، لصقت لك وحيدة داخلية مشكلتك، فهم نفس الأشخاص قاعدين نفس الأشخاص، وانت هذا ما عندكش معه مشكلة، مشكلتك مع منو؟ مع الفاغنر، انت توا اللي مهب لك الفاغنر، لان ليش طبعا الرصاص يضرب فيه ديميتري يقدح يولع النفط، بينما الرصاص يضرب فيه حمادي ما يولع عشان نفط، جريناها زمان في الفيزياء، قاعدة مبدأ هي رصاص ديميتري رصاص حماد، يعني الفكرة كلها الحمق نتاع سيد صنع الله والبيان نتاع اللي فقدت فيها عصابة هدايا، إن إن معيتيق البيان الاتفاق نتاع جاب التفاف على حساب اقتصام الإيرادات النفطية اللي هو اللي يقول عليه الحساب هدايا اللي حيكبر بسببه حيولي هو رئيس مؤسسة مالية مش مؤسسة نفطية، وهذا اللي خلاه انت تظن ان هذا نوع من المماحكات او نوع من تبي يبع الوجه الدنيا بين هو وصديق الكبير، لم تحفر على النفط وانت متبيعوا فيه،
نبي نشارك نبي نعيش. طبعاً أنا مش نقول لك إن هذا اتهام للنوايا لأن طلعني يعني. لا أنا ما قلناش نوايا لكن الراجل في نهاية البيان انتهى هذا يسب سبان وليخسئ الخاسئون. إيه. بارك لو يحطوا لك صورة البيان. لا وليخسئ الخاسئون إحنا يا سادة. وليخسئ الخاسئون السبان هذا ما سباش صدام حسين زمان ديما يقول فيها والله من زمان نهاية خطابات حشيش تفريق وليخسئ الخاسئون ما. يعني السبان هذا ما سباش لما تم قفال النفط بينما سب السبان هذا لما تم تهديد الحساب اللي قلت لك بحط ايرادات النفط في حساب خاص بالمؤسسه معنى الموضوع عنده شخصي اذا حسابيني بتسكر نفط سكره تعامل من احمق عادي لكن بتقرب لي الحساب لاني بنطلع بيه على وجه الدنيا راني بنشنحني وياك كويس باي كان في ايه بعدها بعد ما فقد اعصابه وقال مانيش رافع القوه القاهر حط في موقف محرج شوي باعتبار طلع هو اللي مسكر النفط قدام الليبيين حفتر قال لك افتح النفط وانت اللي قلت لا حفتر قال لي طلع حفتر الملاك وديه طيب وانا موجود قدامكم فده ترجع قال لك لا حنفتح النفط على الموانئ والمنشآت النفطيه اللي ما فيهاش قوات تابعه لحفتر ولا فاغنر يعني في موانئ كان ما فيهاش قوات ومسكرة علمي علمك كيف موانئ ده منا موانئ فاضي يجري بسرعة أفتح السينيسكا قبل بجو بقى علاش كانت مسكرة هي مانيش عارف هل في تقريبا هل في أساسا موانئ وحقول نفطية خالية من جميع العناصر مسلحة قاعدة تنش فيها الريح ولا فيها مهندسين بروحهم ولو كانت عندنا موانئ فاضية المهندس يقول لك مديت يجيب السينيسكا بايك بيلها سحر ولا حاجه انت عارف موضه السحر اللي طالع اليوم هذا عباره عن تلفيقه باش يدرج لا مشانين اللي موقف حفتر انه هو ما جابش الفاغنر وعلى العموم راه القسم البي ار نتاعه ضعيف جدا مشكل صياغه البيان لو انك انت ترمي الكره في الملعب مشكل باهي قبل ان شاء الله لما تحصلوا فلوس يا رياضه النفط تجيبوا قسم اعلامي خير منك باهي هذا لعل زي ما يديروا كثير من الاعلاميين الليبيين يسب المسؤول باش فجاه يبدا المسؤول هذا يخلق له وزارة أو مؤسسة ويحطها على رأسها زي ما شفنا زي ما صار مع السراج في أكثر من حاجة فاحنا نتوقع أن صنع الله يحطك مسؤول إعلام في المؤسسة ولا حاجة والله كان يفهم باي شوف يقول لك محمد إنه يريد تتكلموا على موضوعات الجنوب وتخصوا وقت للحديث على مآسي الجنوب حاضر يا سيد محمد وإحنا أكيد الجنوب مش غايب على أذهاننا لكن المآسي كثيرة ولما نتكلم على مأساة النفط هو جزء الجنوب جزء منها لما نتكلم على الخلاف السياسي بصفة عامة الجنوب جزء منه رضا بريش قال لك لما تكلمت على سوار الذهب رأوا بعض جماعي حسابكم تحكوا على رسوم بشار لازم تفهموا من سوار الذهب شو عرفت سوار الذهب بشار ما هو في ترجمتين ترجمة جديدة لبشار باسم سوار تقريبا هو انه تسمى ثاني كان اسمه سوار الذهب بعد باهي سوار الذهب بروحه ذاك تاع السودان وش باهي العارف يقول لك زعما يمشي سفير في لندرا وين؟ في لندن من هو؟ لندرا انت ما لحقتش على لندرا الشيبين زمان يقول لندرا ما يقولوش لندن شكلها اسم ايطاليا لا ما لحقتش فالسراج بعد ما يسيب هنا ممكن ينحط سفير في لندن مثلا هو الاغلب لو انه مش سفير حيستقر غادي الله يبارك فيكم مجموعة كبيرة من التعليقات تثني على حضرتك دكتور تميم وتشكر البرنامج ردا على بعض الانتقاد اللي وجه للبرنامج والقناة ردوا عليهم ردوا عليهم ما تخافوا منهم خلهم يخصوا زي ما قال صنع الله ولا قدافي سؤال قال لك من اللي مخلي معتيق من الداخل من اللي مكبر رسم معتيق ومخليه يتصرف بكل هالثقة هذه والله حصل موطئ قدم زمان وبعد ذلك بنروحها بالعلاقات الاقتصادية باهي السؤال الثاني يقول لك هل السراج خرج من المشهد بضغط خارجي أو داخلي والله على الأغلب على الأغلب هو سامحني يقول لك وليد يقول مش من المنطقي زي ما تفضلت حضرتك مش من المنطقي أن رئيس يترك منصبه بدون مقابل يعني أكيد في something والله حتى السراج لو تلاحظ فيه أنه يحب ديما يهرب من المسؤوليات ممكن تلقطها جميع عوامل أنه من قال أضغط على تركيا من اللي أنه هو بروحه يبي يخش في يبي تمثيل أكثر في مفاوضاته ممكن حتى هو في نفس الوقت المنصب بروحه معاش يستهويه لأن مشاكله واجدة وبينما ما هوش الإرادة بتاع مش ممكن إنه ينتقل لمنصب آخر في الاستثمارات وكذا ممكن يكون العائد بتاع مناسب للتعب يعني باهي بالله ناصر الحق سرتاوي يقول لك إن أبوكم تتكلموا على جرة القلم واتفاق بين ولد صاحب الجيش وبين أحمد معتيق
مجرد تم الاتفاق اختفت شماعة وفزاعة الإرهاب وميليشيات الفساد. فعلا هذه غريبة جدا، ليش ما عادش في ميليشيات وإخوان عندنا احنا وكأنهم تفاهموا؟ يقولك تمت الميليشيات والفساد والمرتزقة والإخوان والقاعدة وداعش والاحتلال التركي العثماني والجهاد والشيابين هم من سكروا النفط وإلى آخره. بعدين يتساءل يقولك لماذا يموت الشباب بالألاف في هذه الحرب؟ بالنسبة للشماعة قاعدة في كلام المسمار اللي بعد فتح النفط وحتى كلام حفتر قاعد يقال لك هني راهو في إرهاب وفي إخوان وفي ميليشيات، لكن حنفتح النفط لأنه والله المواطن سخفني. طيب واضح أن رهيف جدا المسماري، قلبه رهيف وما يتحملش. كنت دكتور تميم تحكي عليه الاتفاق بتاع معتيق، وحسب كلام حضرتك كأن الاتفاق بتاع معتيق ما جابش جديد، يعني تقريبا باستثناء تغيير سعر الصرف الباقي كلها تحصيل حاصل، سواء باتفاق معتيق ولا باتفاق بوزنيقة ولا بغيرها، يعني كل سداد ديون حفتر، فتح المقاصة، توزيع عوائد النفط، كل الحاجات هذه تقريبا هي متفق عليها. متفق عليها قبل حاجة جديدة ممكن اللي قلت لك عليها فتح المقاصة وتعديل سعر الصرف، هذه الحاجة المفاجئة، بينما الثاني كلها صاير في أي اتفاق. هو معتيق رجل اقتصادي. اقتصادي، رجل اقتصادي جدا وما يصبرش على الاقتصاد. تمام. وصلت واضحة اللي هي شنية الاقتصاد كويس. وبالتالي اللف والدوران ما عندهاش ليه دماغ. مثلا زمان قالوا نحن بنوصلوا تفكر لما كانوا طاهقين بالتحرير وإلى الرجمة ولمساعة مش عارف شيني، زي ما تيجي قالهم وقفوا الخط على في سرت، هو عارف الجماعة اللي معه عارفوا مشيبوا وقفوا الخط على سرت وهي خشوا في التفاوضات وقت الشعب مازال ساخن ما جاب اللاش. كانت غريبة جدا كيف إن منتصر يتوقف فجأة هكي يعني إنه جاب زي مية مسقع بخ على واحد كان يجري، بينما التانيين قاعد يدفولها في المية بشوية، يعني يجيب لهم بشوية أن احنا والله لن نتهاون والمش عارف شنو، وبعد تالي يقول لهم لا أسبوع الجاي بنهجم، وبعد تالي يقول لهم أسبوعين، وبعد تالي ضابط قصة تاعت بوك نزل يلعب في الشارع، كل مرة جيب له بالتدريج. بينما معتيق ما عنداش دماغ للتدريج هذا، جاء مباشرة قال لهم احنا بنوقفوا واحنا بنخشوا بن سرت معاش بنخشوا لها وبنتفاوضوا على هنايا، فحصل السب على راسه وبيوع دم الشهداء والمنتهزون ولا يكتبوا والخطوط الحمراء يحددها الرجال، وفي الأخير شي صار الخطوط الحمراء سرق بعض الخط اللي قال عليه معتيق صار، اللي قال عليه معتيق صار، مجرد أن معتيق يفقش وما يلفش في اللفة اللي زي توا في صخيرات ما عندهاش دماغ لرقصة التزاوج، انت عدي المغرب ودير روحك تبكي، بعد تالي عدي الجنيف ودير ريشك غادي، بعد تالي ارجع اللي مش عارف شنو، وفي الاخير المعروف شو بتدير، بتاخذ الدين وبتفتح المقاصة وبتفتح النفط وبتكسب المناصب، خلونا بسرعة هواها ما تيجي بيها من الاخيرك من الاخير، خلونا في شنو في الاقتصاد. لكن مش عارف هذا حيمشي مع اللي لو صح أن نسموهم يتغدوا على المفاوضات، يعني تعرف أن في ناس عندهم جو في المفاوضات هيك، ممكن هم يحبوا المفاوضات أكثر من نتائجها، عرفت؟ هم ما عندهمش روح مع المفاوضات في حد ذاتها، يعني الناس اللي معش تقدر تعيش برا المفاوضات، هم تقدر يعيش برا المفاوضات عند الشبكات الاقتصادية، يهتم بالموضوعات الاقتصادية، بينما الناس هذه ما عاش يقدر يعيش إلا في مفاوضات، منصب مش يحصل بالمفاوضات، تغيير منصب لمنصب معاش في انتخابات، معاش يقدر يعيش انتخابات، فهذه ما حيتضايقوا جدا. غير إن الدول اللي قلت لك اللي مستثمرة في مسار جنيف، اليو إن ليد نيغوشيشنز، المفاوضات اللي تقودها الأمم المتحدة، تجيب لهم تتوى فجأة مفاوضات تقودها روسيا، هذما كلهم بيتضايقوا، غير الدول اللي زي ما قلنا طامعين بإعادة إعمار في ليبيا، وأن ليبيا بتستورد منهم معدات وسلاح، جيت وتقولهم أنت والله بنغيروا سعر الصرف. غير الدول اللي كانت ترقي في عقيلة، أنت عارف أن عقيلة كان محطوط على قائمة عقوبات عند الاتحاد الأوروبي، حاولوه طبعا دخلوا البقية لكن حاولوا عقيلة بس، وقعد أنهم يكبروا فيه بشوية، وحتى موضوع حساب النفط اللي في الخارج هدايا جزء من السبب بتاعه أن التحكم خارجي بالفلوس، وأيضا أن يكبروا عن طريق أي شخص يبوه عقيلة بالضبط، الفلوس ما تجيش من طرابلس، الفلوس تجي من برا تصب مباشرة، ممكن خليها أني والله معاش حد يتعامل معه في موضوع الفلوس اللي عقيلة، ولا عقيلة هو الآمر في الشرق، وممكن نختار شخص ثاني واللي هو الأمرجي، انت تنهي لهم الموضوع هدايا، تضرب لهم الحساب بتاع النفط، وفي نفس الوقت تتفاوض مباشرة مع حفتر. هذا يقودني لسؤال زين شلابي، قال لك معتيق يطبع مع حفتر
شنو صفة المتمرد باش يتفاوض معاه؟ المفروض دارها على الأقل مع عقيلة صالح كان أسكر. شو فرق؟ شو فرق؟ هو على الأقل هذا فرجاني وهذا يا عبيدي بسر، هذا الفرق، هذا الفرق، هذا الفرق الوحيد. تقول لي هذا يديه ملطخ وهذاك يديه مش ملطخات، انا هذاك انه حفظ عمر وقتل حد بيده. لكن هو لعل يقصد انه حتى قدام الناس باش يقعد معتيق. هذا التمثيلات اللي ما يحبهاش معتيق يجيب معتيق بالضبط، جو نتاع ريتوني راني انسان محترم ما عندهاش معتيق، انا راجل. لكن حسب كلامك انا معتيق دار عفسه كبيره هكي، كان اوروبا وامريكا كانت تحاول تطلع حفطر من المشهد وتكبر عقيله، ومعتيق فجأة قامها بحفتر دار عفسة أسطورية هبلها داخل وخارج. يعني لو جيت تشوف حتى ردود الأفعال ما كانش تتفكر زمان لما جاي برنارد ليفي قعد يلقحوا الذين مش عارف شنو لا تو يسبوا فيه معتيق واللي يخسر خسيون. واحد كتب له الطفل السياسي، واحد كتب له جرات أمريكا تسب في معتيق. لو جيت تحط تشوف آخر التدوين اللي كتبتها تاع السفارة الأمريكية هذه اللي على الشاشة، وفي الوقت الذي يسعى فيه عناصر مختلفة لخدمة مصالح ضيقة، ومرة تتكلمك أمريكا على حد يعني تحيل أنت وصلت بيك اللي خليت الأمريكان يطلعوا عند لغتهم دبلوماسية. فهي كانت تقصد سيد معتيق قطعا، هي قريب يقول لك والله الدرية الأصلح هذا نزلها في تويتر اللي بعد هذا. والسفراء اللي هذا ماشي يتلاقى مع السراج ويتلاقى مع عقيلة باش يعني دعمهم للحوار اللي تديره الأمم المتحدة، وكلهم حصلوا فرصة للاستشراف على قفاه معتيق. طبعا كل حد اللي تفاوض مع عقيلة تو هذا رزق طلع يقول لا تحاور مع المتمرد لأنه هو يديه ملطخة بجميع الليبيين، وكأن يدين عقيلة ملطخة بالطبيخة بس. يعني كويس باين، معلش تميم، معقولة كلهم تهجموا عليه معتيق؟ أكيد في حد مدحة، مش معقولة فيش حد شكرة ولا شكر المبادرة هذه، ولا قصدي أكيد في حد أثنى على المبادرة ولا شافها كويسة ولا لا. هي في الجهة الثانية في واحد تقيل نفس معتيق بالضبط شكره. من اللي أعطونا ثلاث ثقيلة اللي قال عليه تميم الشكر؟ عندنا الفيديو ولا يا سادة؟ مثل المنطقة الغربية السيد أحمد معتيق الذي كان إيجابيا في هذا الملف بالتحديد، وكان صاحب رؤية وتطلعات حتى للأزمة الليبية بصفة عامة، وبالتالي القيادة العامة رضت أن يكون هو المفاوض أو تصل معه إلى هذا الاتفاق. يعني باهي الصراحة صراحة هذا حبيبنا بصراحة. في الأول انطباعك الأول يعني معتيق يديلك تغضب منه كويس تدلك منه، لكن لما تتعمق في دراسته يتملك كويس تعمق في دراسته تكلم على ذباب التيتسي انت ولا سمنج المياه العذبة لا, لا, لا تملك إلا أنك تعجب به. يعني شخص ربي خلق له زوز رجلين وقدر يعفس في 16 صفرة عشان يصيرك زي العلماء اللي تلقاه يكافح في فيروس الإيبولا لكن يقف منبهرا أمام عظمة الخلق في هذا الفيروس القصير الحقير اللي قدر يدير الضرر هذا كله. اسمعني على ذكر المسماري باي، شوف احد طرفي الاتفاق عرفناه يعني قصده او هدفه من الاتفاق هذا اقتصادي واضح. اقتصادي بحت يعني. هذا الطرف الاول. الطرف الثاني جماعه حفتر، يعني ليش هذا طلع يشكر مثلا المسماري روسيا؟ شو استفادوا من الاتفاق هذا؟ والله لو النقاط تدوينا عليها الاولى اللي هي فتح اللي توحيد الدين والمقاصه تعديل سعر كل يستفيد منها نظريا، لكن صعب جدا ان هي تمر. يعني صح انك انت لو تم توحيد الدين حتقدر انك انت تزرق قبل ما يديروا عمليه التدقيق، تقدر انك انت تفتح المقاصه وتمص الدولار من الجهه الغربيه، تقدر انك انت لو حدد سعر الصرف حتنقص قدرتها على استيراد السلاح والمعدات العسكريه، لكن هذا كله نظري لأنه صعب جدا يتحقق. الحاجة الوحيدة اللي ممكن فعلا تتحقق على الأرض إن فتح النفط يستمر، لأن فتح النفط كان صاير توا ولا سواء بحوار ليبي أو بتدخل دولي بين كان حيجيك أمر بعد تاني عن طريق عقيلة أفتح النفط، كان ممكن أفتح النفط وحدا فتحه، فتوا أنت فتحته بليبي فدرتها كأنها جت منك أنت، فاحتمال كبير إنه يقعد مستمر. هذا على اللي ممكن يتحقق، لكن الاستفادة الأكبر من الاتفاق هدايا تحققت أوريدي، صارت تحققت لأن هي الضجة اللي دارها الاتفاق على الأغلب هي أكبر هدف من الاتفاق نفسه. الضجة
اللي هي زي ما تقول اللي هي narrative disruption، هذه خدمة الروس. شو معنى؟ التلاعب بالرواية أو ب كيف نقول لك سردية خلق سرديات مضادة. بالضبط، أنت تو عندك سردية في ليه مش تقول إن والله الخير هوا التوار والشر هذا، تلقى حتى الداعمين اللي حفتر تلقاهم هم ما يقولوش إنه من حقه، تلقاهم يدعموا فيه من لطة لطة. والله لا تستطيع أن تتجاهله، لا تستطيع مش، لكن ما يقدرش يدي بعين قوية إن هدايا يريد الخير لوطنه. كويس طبيعي. ما فيش السردية دي أساساً. ما تقدرش حد تقول إنه والله هوالي موقف النفط وهذا اللي فاتح النفط، أو صارت تشكيبة جديدة. ما تقدرش تقول إنه والله هذا اللي متعنت ورافض الاتفاق، قبل هذه كانت السردية، وبينما نحن اللي في الغرب إحنا اللي نبوا الاتفاق. خشاه في بعضها. هذه لعبة الروس تشوفها في سوريا واضحة جدا في طريقة السردية في سوريا. عكروا المية، جابوا ثينك تانكس يسموا فيهم تانكي يستوي يلقحوا عليهم اللي هم التعيين بيبر يعني تدفع له مقابل كل ورقة أوراق مدفوعة. جي أنت تكتب لي أوراق ادعاءاتها سخيفة جدا، والله الجيش الحر هو اللي ضرب الغطة بالكيماوي، مين جاب الكيماوي؟ صحيح، وهذا انتشر فترة يعني. ايه، وبعد تالي جيت تقولي لا والله الخودات البيض هم اللي فبركوا في فيديوهات استخراج الناس من تحت الانقاض. صحيح. ايه، في الاول بتكون ادعاءات سخيفة، زي ادعاء شنو انه والله حفتر بيفتح النفط وصنع الله بسكر، انت تو تقول ادعاء سخيف زي ما زمان كان ادعاء سخيف. صح. لكن مع التكرار ومع تقدمة امثلة زي هذه تتحول من ان هي من صفة السخافة الى صفة الاعتياد، تو انت تعودت عليها، بعد ما تتعود عليه واللي هدايا عبارة عن نقطة نقاش غير مرفوضة، انما واحد ممكن يلقاها يقولها في الحوار وانت ما تضحكش عليه، يعني تدخل بعد تالي في مرحلة التصديق في اللي ممكن يصدقها، وحتى اللي ما يصدقهاش مش حيستنكرها بنفس العنف اللي كان يستنكرها قبل. اللي لو تفكر في مبدأ جوبلز بتاع النازي هذا اللي هو اكتب حتى يصدقوك، حتى يصدق كبيرة وكررها حتى يصدقوك، وكررها حتى يصدقوك. اللي واللي ما هوش مصدقك معاش يقدر يستنكر بنفس الحماس. نعم، باعتبار انه تبدا خلاص فرضت نفسها في الصورة. ايه، فتو شوف ايش دار هو بالاتفاق هدايا بعد ما كيف غير السردية بتاعه. أعطيه دفعة جديدة لادعائهم بأن الإخوان متحكمين في غرب ليبيا. فعلا لو جيب تشوف ممكن غضوة بعد غضوة يطلع لك والله باحث يطلع بيبر يكتب فيها بأن هو يقول لك challenging the conventional wisdom، تحدي الاعتقادات القديمة في ليبيا، إن والله إن حفتر هو اللي رافض الاتفاق. يقول لك لا، حفتر توصل الاتفاق الاتفاق هذا يفتح النفط. ولو جيت تشوف هذا بيان القوات المسلحة، قامت ميليشيات الإخوان المسلمين بالضغط فعلا. هذا ممكن تترجم ويكتب لك واحد من التانكي زي ديما متعين الثينك تانكس برا وينزل لك في ورقة ويقول لك إنه والله السردية القديمة اللي تقول إن حفتر هو اللي موقف لأي محاولة للتحاور أهو خلينا نتحدوها وخلينا نطلع السردية جديدة، ويقول لك لا والله يا شوف عندك اتفاق، طلع نائب مستقل صاحب رؤية أحمد المعتيق مع طرف الثاني، وقدر هم مع بعضهم يطلعوا اتفاق. ولكن من اللي وقفة عندك توا عندك بيان من مجلس الدولة يعترض، بيان مجلس الدولة الإخوان المسلمين، تقدر تقول والله ذولك اعترضت والله يا إخوان مسلمين، تقدر يعني اللي زمان كان يقول فيها وإحنا نضحكوا توا يقول فيها وإحنا نردوا، غضو يقول فيها وحنقبلوها. فخلاص فهم خلقوا سردية مقابلة، سردية مقابلة ودملك السردية انتاك انت. حاجة تانية موضوع النفط اللي قلنا عليه، والله هات ما يثبتها وشوف انت حفتر قالك يعني فتحت النفط وفهم، واحتمال كبير ان السبب مفتوح لان على كل حال حينفتح سواء بروسيا ولا باتفاق جنيف. من اللي مذكره؟ من اللي منع رفع قوة القاهرة؟ انتم مش يعني. صحيح. ثالث حاجة احنا عندنا النظرة لأي حوار ليبي شنهية، إن والله لابد تجي الأمم المتحدة وتجيب الطرفين وتقعمزهم، تجيب الطرفين وتقعمزهم. ليش؟ لأن الليبيين كائنات بدائية لا يمكن تلاقوا. حفتر ذلك proof of concept، حاجة ممكن تتصدق، حاجة ممكن تتطبق، اللي هي شنهية أثبتت هذا، أثبت بأن الليبي ممكن يقعمز مع الليبي ويطلع مع بورقة. الورقة هذه تمشي ما تمشيش خلينا منها، لكن كان من ناحية المبدأ أن الليبي ممكن الحوار الليبي ممكن يصير منه، بأن الحوار الليبي يقدر يصير منه، يعني ضرب مشروع جنيف بالكامل معاش ولا هو الجو تو أول حاجة أي حاجة واحد يتكلم يقول لك يو إن ليد نيغوشيشنز، مفاوضات تقودها الأمم المتحدة. الآن يقدر واحد يقول الحوار ليبي وتضحك، ويعني قصدي زي ما كنت تضحك لك انت، هو بتقول لا راجع شوية فعلا ممكن يطبق الحوار اللي بليبي. يعني باهي
قبل ما نختم دكتور تميم عندنا مجموعة من التعليقات حقيقة ما نقدرش نتجاهلها ووقت الحلقة خلاص آسف على الختام. ثناء كثير لحضرتك كالعادة دكتور تميم. مجموعة يسألوا عن النظام الملكي، هل أنت مع عودة النظام الملكي وترى أنه ممكن يدير حل؟ مش حيقدر يرجع باهي. خليك تفكر فيها منطقية شوية، كيف ترد النظام الملكي؟ بتجيب الأمير من بيبايع؟ من هل اللي عندك مازال يقدر يبايع حد؟ عبد المجيد الكردي يشكر في البرنامج هلبا، يقول البرنامج مش عادي بكل المفروض يديروا منكم هلبا نسخ وكذا. تنعطيك رقم المدير، أبعث له بالله الرسالة هذه على الخاص. شكرا جزيلا دكتور تميم على هذه الحلقة الشيقة. شكرا أعزائنا المشاهدين على المتابعة، نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله.